إذا متابعي ومتابعات قناة شوف تي في مباشرة، معكم من هنا من جماعة البدوزة إقليم آسفي. متابعينا كنتواجدوا الآن برفقة أمي مالكة اللي عندها سرطان والحالة المادية ديالها ضعيفة. خرجوا لها متابعينا الأطباء يعني التحاليل ديال الرين وما عندهاش باش تخلصهم. عندها ايضا واحد البيت اللي كامل اي السقوط، وكل مره كيطيح عليها طرف منه، وبغات توجه واحد رساله للمحسنين القلوب الرحيمه باش انهم يقدموا لها يد المساعده. تفضلي ام مالك، عاودي لنا قصتك. السلام عليكم اخوتي المغاربه، راني ما قصدتكم المقصود الله اللي حتى طاب قلبي وتقاد صبري، ونحمد الله ونشكره المؤمن المصاب. الا كنتو تعاونوني عاونوني في حق الله، وراني خدكم وبنتكم وما عنديش فين نمشي، عاونوني في حق الله. واحد البيت صغيره فيها انا ولدي عنده 40 عام ما نصيبش لا فين نصلي، وانا عندي الاعصاب وعندي الزمت وعندي الدواء ومحيده البزول وكنبغي نتنفس، والولد ما عندوش فين يبعد. وواحد النص كوزينه بعيده كنمشي ليها تنسخف، وفي الشتا كندخل القادوس كيصب عليا من الفوق، وكندخل الكوزينه انا كنطيب القشور كيطيحوا عليا والحديد والحجر، وما عنديش فين نمشي. وكنعرف شنو نحمد الله، وانا صبرت تعيت، ولكن انا 50 عام ولكن انا تقاضى صبري. الا شوفوا فيا في حق الله وعاونوني وعطوني عباس صوب عمي يحل ولدي ونتيس انا ويا، وحق الله العظيم النور اللي في وجهي انا وجهكم. يا ما كنسرح جليا حتى كنخرج عند الجيران، كنبات مكمش راسي عند الباب ورجليا ما كاينش فين نسرحهم، وانا مع الكوليسترول والهشاشه خصني نجيب درجيلاتي، وكنبات مكمشه. شوفوا فيا في حق الله وما غتضيعوش، وربي غيعاونكم. شوفوا فيا في حق الله، وانا وهذاك المخلوق تا هو مسكين راه عنده الاعصاب ما كيصبرش، وراه هو اللي هازني نوبه مريض نوبه صحيح. شوفوا فيا في حق الله عاونوني، لو كان ممكن تعاونوني راني ارتبكت شويه، والضغط كينزل لي والطنسيو طالع، ونحمد الله ونشكره. عاونوني بس ربي، واكنش ما كاين ما نقدم ما كاين من وخرى وليدي لما طيقتوش. انا ما كنكذبش، المعقول كنقولو سيرو تشوفوني، شوفوا البيت اللي باركه فيه وشوفوا الكويزينه اللي باركه في بالك، في خربه في خربه، حاشا وجهكم في خربه، لا دفه لا فين طيب، لا شنو القشور يطيحوا لي من الفوق دي، والحديد والتراب يطيح ليا والحجر يطيح ليا. وانا داكشي ضغط ليا على قلبي بزاف، مع الدواء ضغط ليا على قلبي بزاف، كنخرج الغديده في البكيان، كان ممكن خرج الدري الغديد في الدري ومعه هو مريض. شوفوا في حق الله عاونوني، شوفوا في يعطوني بس نسقف واحد الصويره مدوره مع خوتي المحسنين، عاونوني ندور الصويره، ما شفت باش نفصل، ما شفت باش نسقف. ملي قلت لهم بشحال قال لي 4 المليون خاصك، 4 المليون بس تسقفي ودفف وشراجم ومرطوب وضو، وما عندي باش لما نقدم من وخر. ومن غير هذاك الهريم خارجين وليا راني ما درتوش، ما صرت باش نديرو. اللي قلت لي عاوني كيقلب عليا وجهه ولا كيبدل النمره، وراني عييت عييت، وداك الشيء اثر لي على قلبي بزاف، وطلع لي الطنسيو. الطنسيو دي 16 17 عمره ما هود، دوك راني كناكل على المسوس. شوفو فيا في حق الله وعاونوني، هذاك الصغير طلع عامين هذا وما صرت ملوح فوق. قلت انا سقفونه وخا نسقف عبي وتمشي نتكمش فيه انا وولدي، لا ضو لا صلاح لا شي حاجه، ولكن ما صرتش ما صرت شاي، ما صرت لي عاوني. الا سخركم في الله عاونوني وما تخلوش عليا، الله يرحم ليكم على الوالدين. عاونوني يا وليدي، اول انا صحتي انا نسمح فيها شحال باقي ليا وغنعيش، انا ولدي كيضيع معايا، يعاونوني سقفوا لي هذاك المويحيل، سقفوا لي هذاك المويحيل وديروا لي دفيفات وديروا لي شراجمات ودخلوا لي الضو، ونمشي نشوف وليدي شي دريوشة تصبر لي حويجات وتعجل لي وتسخن لي عمي. هذا هو مسكين راه مريض، وانا راني غنسمح في راسي شحال باقي لي غنعيش في عمري كاع. انا بغيت عا ولدي، انا لا ضعت انا ولدي ما يضيعش، هادشي اللي كاين. انتم كاع وليداتكم وميماتكم حسوا بيا، بوسيد ربي
بولسي ربي ينصركم ويعاونكم على اعمالكم. هادشي اللي غنقول. بالنسبه لك انت درتي شي عمليه في السرطان؟ انا محيدي لي البزوله، محيدي لي البزوله وليدي، محيدي لي البزوله. 5 فتحات اللي فتحت 2 فتحات في اسفي، 3 فتحات فتحتهم في اسفي، وواحدة الفتحه العمليه الكبيره داروا لي في مراكش، حيدوا لي البزوله. ومن تما بقيت نسواني، مني حبستني كورونا ما بقيتش نمشي، خاصني 4000 ريال مشيان ومجيان، ما كنمشيش وحدي، كندي معايا شي واحد اللي رافقني، وما كتقادني لا في دول ولا في مركوب. هاد السيدة هي شحال من نوبة كتمشي معايا، لا هي لا بنتها، وكان جي نطيحت. الحمد لله ونشكره، ولهلا يخطينا احباب، لهلا يخطينا محسن، لهلا يخطينا قلوب رحيم. الله يرزق سيد ربي ينصركم ويحفظكم وينور وجاهكم ويعاونكم على اعمالكم. راه لا عاونتوني راه ما غضيعش ليكم. الله يرزقها ليكم في الحسن الميزان المقبول، الله يرزقها ليكم في الميزان. شي مهم عليك المحسنين يعاونوك في يعاونوني يا وليدي، ديالك وباش باش تعالج. اي يا وليدي هادشي اللي غنقول، يعاونوني باش تصلح دويريتي. راه ما كاينش اللي ملفت ليا، وطلبت على المحسنين ندور صوير وفصلت على شي بيتات. ومني قلت له وليدي السقف شحال، قال لي لا لا خاصك 4 مليون وزيادة باش تسقفي وباش تمارطبي وباش تداسي وباش دير الشراجم والدفوف والضو وداكشي. وكان المرض كيزيد عليا الضغط، كيطلع لي الطانسيو، ما عندي لا بقرة لا نعجة لا هادي لا ديك، لا أرض لا ملك لا والو، لا من قدم لا من وخر، عندي الله. وانا خويا راه ندير أرمالة الوليد اللي أنا اللي عنده 40 عام خرجوا يلا عدو عامين، وكافحت معاهم وخدمت عليهم وطحت ونط عليهم، تكبرتهم. البنية مجوجة والولد راه باقي معايا عنده 40 عام، أنا وياه في بيت 2 متر وعرض ولا شنو مو 3 طول، كنبعدوهم كنمشيين ما نصيفش حتى فين نصلي. ونحمد الله، الله يتيسحينا في الدنيا وفي الأخيرة. الحمد لله، بغاو يعاونوني المحسنين مرحبا، راه ما غضيعش ليهم، ما كاينش هذا مصيري، نحمد الله ونشكره، الله يعطينا الصبر. هادشي اللي غنقول. كلمة أخيرة لجميع المغاربة. كلمة لجميع المغاربة. جميع المغاربة، خوتي المغاربة، ولادنا وخوتنا وحبابنا، ما يتخلوش عليا، راني عند الله وعدهم ما يتخلوش عليا. أنا بغيتكم تفتحوا لي بابكم وتفتحوا لي قلوبكم وتفتحوا لي الفرحة في قلبي من عندكم، ما تخلوش عليا، أنا عند الله وعدكم. عاونوني باش نسقف مويحي لولدي وباش ندير الراديو، راني مريضة، عاونوني في حق الله، في حق الله خوتي المغاربة، ورا ما غضيعش ليكم.